قصتنا الأولى أثارت اهتمام رواد مواقع التواصل الاجتماعي فور انتشارها. بطلها هذا الشاب الذي يدعى عبد الحق تلاتلي ذو 19 عاما. عبد الحق تلاتلي هذا الشاب هو بالمناسبة حكم رياضي مختص بكرة اليد، لكن وبما أن النشاطات الرياضية متوقفة تماما بسبب فيروس كورونا، فقد ارتأى أن يسخر وقته للمساعدة بأي طريقة ممكنة لحفظ أرواح الناس، لكن ولأنه ليس طبيبا ولا ممرضا فقد قرر المساعدة باختصاصه ألا وهو التحكيم. إذا نزل هذا الشاب إلى الشارع مرتديا لباسه الرسمي وأيضا حاملا بطاقته الإنذارية يخالف فيها الغير ملتزمين بقواعد التباعد الاجتماعي. فإذا كنت من سكان مدينة نابل التونسية فاحذر أن تقترب من أحدهم مسافة قريبة، فإن فعلت فربما تنال جزاءك ببطاقة صفراء أو حمراء من قبل عبد الحق الذي لا يخشى في الحق لومة لائم. مبادرة جميلة، فور انتشار قصة عبد الحق حصد إعجابا كبيرا على السوشيال الميديا، خاصة أنه يقوم بذلك بدافع المساعدة وأيضا القيام بشيء ما لمكافحة هذا الوباء وأيضا عودة الحياة إلى طبيعتها. نتابع. دونك خرجت للشارع، فما عباد تقبلت وعباد ما تقبلتش، حاولت نتجنب لو ماكسيموم الحوار المباشر مع العباد الغير محترمة. الحجر الصحي واللي لاصقة لبعضها برشا واللي مش فايقة بالوضع الكارثي اللي في البلاد بالمرض هذا والفيروس، فكنت استعملت أسلوب الخاص اللي هو أسلوب التحكيم في إصدار الحكم على الناس هذية بإصدار البطاقات الصفراء والحمراء والزرقاء والدقيقتين. تفاعلات كثيرة جاءت حول هذا الموضوع، من التفاعلات التي جاءت على هذه القصة من تونس كانت من ولاء التي قالت ولاء حول هذه القصة، خطوة غريبة وجريئة بنفس الوقت، خاصة وأن البعض قد لا يتقبل هذا الموضوع. أما عبير ربما لديها رأي آخر، عبير حول هذا الموضوع قالت لو كل شخص فعل مثل عبد الحق بمجال تخصصه لانتهت كورونا عن بكرة أبيها. أخيرا تعليق من سوزان حول هذه المبادرة، قالت طيب لو قرر يطرد حد بالكرت الأحمر هيطرده لفين، وعلقت هنا ضاحكة سوزان.